أخ الكريم، بلا شك وزارة التربية يعني خصصت لها موازنة كبرى، يعني على ما يقارب 11 تريليون هي مخصصة إلى وزارة التربية للمستلزمات الدراسية والأمور الأخرى الخدمية وغيرها. زين، عممت كتاب وزارة التربية نصا صادر من وزارة التربية وجهته إلى وزارة إلى مديريات التربية الفرعية، ووضحت بأن الكتاب أنتم لكم حصة 30% فيما يخص كتب المرحلة المتوسطة والمرحلة الإعدادية 30%، والباقي هم الاعتماد على الكتب التدويرية أو الكتب المستهلكة أو القديمة. أما ما يخص الابتدائي أعتقد كانت النسبة جيدة بالنسبة للأول والثاني 100%، الثالث والرابع 70%، وكذلك أشار في الكتاب أكو كتب ما يخص الأحياء وعلوم الإنسان بالنسبة للإعدادي أو المتوسط هذه كانت نسبة 15% المسؤولة بتجهيزها وزارة التربية. قضية الكتب أخي الكريم قضية حقيقة يعني من التحديات. طبعا هي الدستور من كفل التعليم شلون يعني شنو الأسباب برأيك؟ شنو الأسباب الرئيسية اليوم اللي تخلي وزارة التربية في كل عام عاجزة عن تغطية 30-40% من طلبة بالكتب الدراسية؟ أخي نتكلم عن المنهاج الوزاري، نتكلم عن دور مجلس الوزراء، نتكلم عن دور دولة رئيس الوزراء، وزارة التربية هذا العراق أخي الكريم. وزارة التربية مثل ما ذكرت ملايين راح تتوجه للدراسة، أولياء أمور، أمهات، آباء ينتظرون أبنائهم، هذا الشاب الطالب عندما كيف شو أوفر له؟ إذا أنت إذا كتاب أنا لحد الآن المشكلة عندي بالكتب، تدري أكو كتب ما تجي نهائيا؟ هذا الكتاب حقيقة به دافع علمي، دافع مادي، معنوي، نفسي، هذا له أثر، له أثر على الطالب. بداية عام جديد يفترض يعني قضية الكتب تعالج،